في أخبار الرياضة، تأهل السويسري روجر فريدر المصنف الثاني عالميا إلى الدور الثاني في منافسة بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وتمكن فيدرير من بلوغ الدور الثاني بتحقيقه فوزا سهلا على منافسه الأرجنتيني ليوناردو ماير بواقع 3 مجموعات دون رد. بدوره صعد البريطاني أندي ماري إلى الدور الثاني في البطولة بعد فوز صعب على الأسترالي نيك كيرغيوس ب3 مجموعات مقابل مجموعة واحدة. 6-1.